أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فعاليات الانتفاضة تواصل العطاء وتستمر على الدرب من خلال تنظيمها لمظاهرة سلمية بحي السلام، وذلك على الساعة 9:30 من ليلة البارحة. حمل خلالها المتظاهرون الأعلام الوطنية ورددوا الشعارات المناوية للاحتلال والمطالبة بالحرية والاستقلال. تنصب الأعلام الوطنية بعد ذلك فوق الأسلاك الكهربائية، وهي رسالة أبت الفعاليات إلى أن توجهها في رد صريح على الهجمة القمعية لسلطات الاحتلال ومحاولتها اليائسة لكسر شوكة انتفاضة الاستقلال المباركة للإمارة المحتلة من خلال التوقيع الأمني والاعتقالات التعسفية والمراقبة اللاصقة لنشطاء الانتفاضة، والتي لم تزيدهم إلا إصرارا وصمودا وثباتا على الآن مهما كانت التحديات ومهما حاول النظام المخزني المغربي. مراسل التلفزيون الوطني، الثمارة المحتلة.